بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رازق المنن وباعث الهمم، والصلاة والسلام على من ألهم البشرية معالي القيم، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم، ومن سار على نهجه من الأمم. أحبتنا الكرام المتابعين لنا عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان، المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح، مشوار آخر نرجو أن يكون جميلا بمشيئة الله تعالى، مع مختلف الفقرات، المحطات، المواضيع، المتابعات التي ستكون حاضرة ضمن ساعة ونص على الهواء مباشرة بمشيئة الله تعالى. مجموعة أيضا من الفقرات راح يقدموها أيضا زملائي الموجودين معي في الاستوديو، اللي راح يشاركون أيضا تقديم هذه الفقرة، هذه الحلقة. نرجو إن شاء الله تعالى لكم صباح جميل ونهار مبارك حاملا لكم كل الخير وكل السعادة. أرحب بزملائي مباشرة حوراء الفارسية. صباح الخير. صباح النور سيف، وصباحك خير أيضا أيمن وعيسى، الحمد لله على سلامتك. وصباح الخير لجميع مشاهدينا الكرام ومتابعين برنامج قهوة الصباح. يا مرحبا بك يا حوراء، وإحنا سعيدين أيضا بوجودك اليوم معنا مجددا. كل أسبوع فقرة الموضة والتصميم، واليوم أكيد موضوع آخر جميل وشيق وراح نتعرف عليه، ولكن بعد ما أرحب بزميلي أيمن الفقراني. أيمن صباح الخير. صباح الخير سيف، وصباح الخير لحوراء، صباح الخير لعيسى عبدا حميدا، والحمد لله على السلامة عيسى. الله يسلمك أيمن. وصباح الخير أكيد لمتابعينا عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان وبرنامج قهوة الصباح، ونقول لهم إن شاء الله كذا صباحاتكم مليئة بالتفاؤل والرضا وتحقيق الأمنيات بإذن الله. إن شاء الله تعالى بإذن الله. إذا أيمن أيضا معنا مشاهدين الأحبة في فقرة الرياضة، واليوم أكيد عنده موضوع يهتم أيضا ويخص الفئة الرياضيين بشكل عام، وأيضا الناس العامة بشكل خاص أيضا فيما يتعلق بموضوع الرياضة. عبد الحميد عيسى، افتقدناك بأمانة خلال الأيام الماضية، ونقول لك الحمد لله على السلامة، وأكيد تجربة كانت مميزة وفريدة وجميلة أيضا وممتعة، واستفدت منها الكثير في أول تغطية لك يعني لانتخابات مجلس الشورى، وتحديدا كنت في مملكة البحرين. أولا نصبح عليك بالخير سيف، وعلى أخي أيمن، وعلى حوراء، وأيضا بالخير والسرور نصبح على مشاهدينا الكرام. وافتقدناكم سيف يومين كذا كنا من دونكم، ولكن كانت تجربة جميلة سيف، تجربة وطنية رائعة جدا. يعني الصورة هناك كانت توصف بصورة وطنية رائعة، عندما يأتي المواطنون العمانيون المقيمون هناك في مملكة البحرين ليدلوا بأصواتهم، من رجال، من نساء، من طلاب، من عاملين، من مقيمين هناك بمملكة البحرين، وسط كذا تنسيق وتنظيم مسبق الإعداد من قبل اللجنة أو الفريق المرسل من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهود كبيرة أيضا قامت بها سفارة السلطنة بمملكة البحرين، وأيضا كانت هناك مشاركة فاعلة للمرأة العمانية. يعني أذكر إحدى النساء هناك التي أدلت بصوتها تقول أنا فخورة جدا أن تفتح لي السفارة أبوابها لأدلي بصوتي وأنا خارج السلطنة. ففعلا كانت صورة وطنية رائعة. جميل جدا. تحت الهواء أيمن كان يحاول قدر الإمكان أن استحضر كذا بيتين شعريين، يعني كان أنت دائما ترددهن على لسانك يعني في مختلف الأيام الماضية. عاد إيش هي مذكور؟ عاد الحبيب الذي أرجوه من سفر. هذه بيتين. أيوه. إيش يقول؟ إذن المفروض تقولها لي. لا لا ما نذكرها يعني. هو ما يحفظ البيت. لا هذا يقول عاد الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس قد تركت في خده أثرا، عجبت لأمر الشمس من قمر، فالشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. الله الله, الله صح لسانك يا عيسى. وإحنا سعيدين أيضا بعودتك اليوم لبرنامج قهوة الصباح، وراح تكون معنا أيضا في فقرة الصحافة، نتعرف كل تفاصيل فقرات زملائي إن شاء الله تعالى، بعد ما أرحب أيضا بزميلي الآخر الموجود في محافظة شمال الشرقية وتحديدا في ولاية إبرة، أحمد بن محمد المامري، والحديث راح يكون إن شاء الله تعالى حول حلقة عمل لإعداد الخطة الخمسية التاسعة بأيضا صحية شمال الشرقية. أحمد صباح الخير.
صباح النور أخي سيف، وتحية صباحية لجميع المشاهدين. وأنطلق هنا من مقولة ذكرها جويل ماركر أحد المخططين السياسيين، أن الرؤية من دون عمل ما هي إلا حلم، والعمل من دون رؤية ما هو إلا مضيعة للوقت، ولكن عندما تجتمع الرؤية مع العمل فهنا يتحقق النجاح. صحيح، أكيد. فمن هنا، من هذه المقولة، هنا أيضا في هذه الورشة من مركز الاستكشاف العلمي بمحافظة شمال الشرقية، يجتمع أكثر من 160 فنيا وطبيبا وإداريا في المجال الصحي لمناقشة الورشة للخطة الخمسية التاسعة في مجال الصحة. ممتاز جدا. إذن أحمد، إن شاء الله تعالى راح تكون لنا وقفة معك، وأيضا عودة لك لمعرفة كل تفاصيل هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى، وتحية أيضا مقدما لكل الزملاء الموجودين معك. حوراء، موضوعك اليوم إيش راح يكون؟ إن شاء الله، بما نحن دائما فقرة كل ثلاثاء هي فقرة تختص عن الموضة والجمال، هنا لما نحن نتكلم عن الموضة سيف، مش نقصد أن مثلا العناية وغيرها، إنما الموضة دائما لها صلة بالثقافة. دائما نحن نلاحظ أن هناك أيضا في عروض أزياء تقام في الدول العالم. صحيح. دائما هذه العروض لها فائدة ولها مثلا كذا هدف معين للمجتمع، أنها تدعم مثلا المرأة، أو مثلا يكون الدخل لجمعيات خيرية. يعني أنا راح أخبرك إيش هو، من غير أيضا أنه تعريف، يعني لو مثلا الأزياء العمانية عندما تذهب إلى دولة معينة للمشاركة في معرض ما، هو أيضا إبراز الأزياء العمانية التقليدية والهوية العمانية. صحيح. فيما يختص هذا الجانب لكل الحاضرين الموجودين. بالفعل. وأيضا هذه العروض مثلا المصمم يستوحي مثلا الملابس من خلال الطبيعة، أو مثلا المشكلات. صحيح. اللي تحصل في المجتمع فقط من خلال الملابس، ومثلا الزائر أو الحاضر اللي يشوف العرض كذا يكون عنده فكرة ملمة عن. صحيح. الموضوع. بما نحن أيضا نحن في شهر أكتوبر، في هناك كذا أخبار معينة أنا محضرتنها، وفي خبر جدا مهم عن دعم سرطان الثدي. في هناك أيضا منتجات معينة إذا الواحد اشتراها كل طبعا المبلغ يروح للجمعيات الخيرية. بما عاف الله الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن موضة الكاجوال، اللي هي الملابس العملية بشكل عام، إن المرأة إيش تختار اللبس المناسب في الفترة الصباحية إذا كانت ذاهبة للعمل أو إذا كانت رايحة الجامعة. نعم، عندك ضيفة مختصة في هذا الجانب؟ إن شاء الله راح تكلمنا طبعا عن هذا الموضوع بشكل أعمق بإذن الله. إن شاء الله تعالى. أيمن، فقرة رياضة إيش راح تحدث فيها اليوم؟ إن شاء الله، نحن كذا سيف عودناكم دائما كل ثلاثاء نصحبكم بالفقرة الرياضية، نحاول قدر الإمكان إن يعني كل مرة جديد من خلال مواضيعنا اللي كل ثلاثاء نحاول نستعرض فيها أهم الممارسات والسلوكات الرياضية اللي يعني كل شخص مهم إنه يكون على بينة من خلالها. اليوم موضوعنا راح يكون إن شاء الله عن إصابات الركبة، وهي طبعا هذا الركبة بشكل عام راح نتعرف عليها، وراح نتطرق للإصابات المختلفة والمتنوعة للركبة، كون هذا الموضوع ربما يعني يحتاج له حلقة كاملة. صحيح. ومن خلال ضيفنا راح نجيب إن شاء الله على كثير من الأسئلة، لكن قبل أن نتطرق لموضوعنا إن شاء الله راح نروح لجولة عالمية وعربية ومحلية إن شاء الله لأهم الأخبار الصادرة والواردة لهذا اليوم بإذن الله. ممتاز. اللي ملاحظين عيسى وحوران مواضيع أيمن يعني تختص أيضا بالإصابات الرياضية، الواحد يهم أيضا الرياضيين، لربما الواحد ما عارف كيف عملية العلاج لمثل إصابة في الركبة وغيرها، فجميل هذه المواضيع أيمن، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية. صحافتنا المحلية إيش ركزت عيسى اليوم؟ اليوم الصحافة سيف ركزت على سفينة شباب عمان الثانية التي انطلقت في أغوار البحر، وهي سفينة تنشر الثقافة العمانية، وأيضا هي انطلقت في حفل تدشين كبير شهدته أمس. صحيح. بالإضافة أيضا إلى خبر بحري آخر، وهو احتمال أو إمكانية الآن ربط ميناء صلالة بميناء بربرة الصومالي، وهو أحد الموانئ التجارية الكبيرة الذي سوف يشكل خط تجاري مهم جدا. ممتاز. بين السلطنة ودول العالم، ليس فقط الصومال ولكن من خلال هذا الخط، بالإضافة إلى مجموعة أخبار كذا متنوعة وجميلة نخترناها لمشاهدينا الكرام، إن شاء الله تنال على إعجابهم بإذن الله تعالى. إذن كل التوفيق لك يا عيسى، وأيضا كل المشاهدين إن شاء الله تعالى اليوم أنكم تقضوا أوقات ممتعة ومفيدة بصحبة المواضيع، بصحبة أيضا الزملاء حوراء أيمن وعيسى، وبالإضافة أيضا إلى
زميلنا أحمد المعمري الموجود في ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية. عموما إلى جانب كل ذلك مشاهدينا راح تكون لنا وقفة مع جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد الحاصلة على درع التميز الذهبي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة العربية. أيضا مواضيع أخرى راح تكون مختلفة، تقارير منوعة محضرها لكم، فنرجو إن شاء الله تعالى أنكم تقضوا معنا أوقات جميلة وصباح دائما مفعم بعبق الجمال والروعة. تابعونا، وبعد الفاصل ستكون البداية مع الزميلة حوراء ومع موضوعها المميز، فتابعوها. مشاهدينا الكرام وصباحكم جميل من خلال متابعتكم لبرنامج قهوة الصباح وكل ثلاثاء فقرة الموضة والتصميم. دائما في هذه الفقرة نحضر لكم مجموعة من الأخبار وأيضا مجموعة من الصور اللي تختص بالموضة بشكل عام. الحين راح نشاهد طبعا صورة الخبر الأول عشان نقرأ لكم الخبر اللي محضرينه لكم. نشاهد الصورة على شاشة البرنامج بكل وضوح.
أسبوع عربي للموضة في دبي لمنافسة العواصم العالمية. أسبوع الموضة العربي الذي يسعى ليكون محطة ثابتة في أسابيع الموضة الكبرى في العالم إلى جانب باريس ولندن وميلانو ونيويورك. والأسبوع الذي سيقام في دورته الأولى على 3 أيام فقط بين 31 من شهر أكتوبر والثاني من شهر نوفمبر، سيسهم بحسب منظمي في قيام منصة عربية للموضة من دون أن يكون محصورا بالمصممين العرب. وقال جايكوب أبريان مؤسس مجلس الأزياء العربي وهو الجهة المنظمة الأساسية للأسبوع أن العرب من أشهر وأفضل محبي ومشتري الموضة في العالم، كما أن المنطقة فيها الكثير من المواهب العالمية. طبعا اللي يحب أنه يشاهد مثل هذه العروض يقدر أنه يروح لدبي ويشوف أسبوع العربي للموضة بشكل عام. أما الخبر الثاني اللي محضرين لكم ونشوف صورة الخبر الحين على شاشة البرنامج، منتجات وردية اللون لدعم سرطان الثدي. هذا الشهر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، قامت عديد من الماركات العالمية المتخصصة في مجال الموضة والتجميل بعمل منتجات خاصة بكميات محدودة لدعم مرضى سرطان الثدي، فيذهب جزء من النقود لدعم الجمعيات الخيرية ومرضى سرطان الثدي وبعض من المنتجات المتميزة في عالم الموضة ومستحضرات التجميل الداعمة لمرضى السرطان، والتي ستشعرك بقدر كبير من الجمال والسعادة، بدءا من فيونكا ماركة الأزياء بامبي التي زينت موديلاتها وجاءت باللون الوردي، ووصولا إلى أحمر الشفاه الوردي من إستي لوردر، وكثير من المنتجات الأخرى التي تحتاجينها في حياتك اليومية كالعطور وحقيبة المكياج وأحمر الخدود. مثل ما شاهدنا أيضا بعض من الصور من مجموعة من الماركات العالمية المختصة بالعطور، وأيضا مجموعة من الماركات المختصة بالمكياج مثل بوبي براون وأخرى من الماركات. هنا يكون الدمج بين الثقافة والموضة بالفعل. أما الخبر الثالث، راح الحين نشاهد صور الخبر الثالث على الشاشة بكل وضوح. نشاهد الصور. القطع اللامعة عنوان المرأة الجريئة هذا الموسم. تتلألأ الموضة النسائية في خريف شتاء 2015-2016 بالملابس اللامعة المرصعة بالترتر مثلا، والتي تمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالفخامة. والجديد هذا الموسم هو ارتداء الملابس اللامعة نهارا أيضا وليس في المناسبات المسائية فقط، وللحصول على إطلالة نهارية متلألئة من دون تكلف أو مبالغة، يتم الاكتفاء بقطعة لامعة واحدة على أن يتحلى بقية المظهر بالبساطة والهدوء من خلال الاعتماد على القطع الأساسية. وكمثال يمكن تنسيق توب لامع مع جينز وحذاء رياضي يكتسي باللون الأبيض، ومن المناسب أيضا تنسيق الملابس اللامعة في إطار نفس العائلة اللونية كتنسيق تنورة تتلألأ ببريق الفضة مع بلوفر يكتسي باللون الرمادي. طبعا هذه كانت 3 أخبار كلها مختصة في عالم الموضة وأيضا الجمال. طبعا الخبر اللي كان مختص بالقطع اللامعة، أحس أن البنت الجريئة تقدر مثلا تلبس مثل هذه القطع اللامعة. إذا مشاهدينا، بما أن نحن اليوم راح نتكلم عن الملابس الكاجول وأيضا الملابس العملية، ضيفتنا الحين تنتظرنا وراح نتكلم حول هذا الموضوع بشكل أعمق وأكثر، ونتمنى أنكم تستفيدوا منه. خلوكم معنا. الملابس وموضة الكاجوال بشكل عام، فدائما تصاميم هناك تناسب الفتيات اللي تروح الجامعة وإذا عندها مثلا عمل معين في الفترة الصباحية. البنت تختار إيش تختار بالضبط وإيش يكون لبسها، ومثلا إيش الألوان اللي المفروض أنها تختارها، وأيضا أن هي تناسب شخصيتها بشكل عام. معنا اليوم مصممة الأزياء أروى بنت موسى المسافر. حياك الله
الله أروى، وصباحك خير يا أروى. صباح النور لك وصباح النور للمشاهدين. أروى، بما أنك أنت مختصة في هذا المجال وأيضا مصممة أزياء في مجال الملابس الكاجوال اللي هي الملابس العملية، دائما نحن نلاحظ أن البنت دائما تكون متأثرة في اللبس اللي هي تلبسه وأيضا في اللون اللي مثلا تختاره. نقول لو كانت هي حزينة يمكن تلبس الألوان الغامقة باستثناء اللون الأسود، بما أنه هو اللون الأسود دائما ملكي. وإذا كانت مثلا فرحانة ومستانسة نشوف أن هي تلبس الألوان الفاتحة مثل البنفسجي أو الوردي أو الأصفر أو الأزرق بشكل عام. شيء طبيعي. فكيف ممكن نحن نخلي اللبس يأثر على البنت ولكن أن هي تمشي في خط الموضة؟ أكيد ما حورة، ما كل واحد فينا عنده نمط وأسلوب خاص يتميز فيه، يعني لأنه الذوي إحنا شلون نلبس أو نمط العيش هو اللي يحدد طريقة لبسنا. بغض النظر عن الموضة، عندنا أنصح المرأة تلبس ثلاث أشياء. إن هي تكون أول شيء تختار القطعة اللي تناسبها واللي تريحها، ثاني شيء انه تكون تناسب شخصيتها وتلبس القطعه اللي هي تخلي تشوف نفسها انه واثقه في نفسها وهي لابسه القطعه. وبالنسبه للالوان، اكيد ان الالوان تاثر بشكل قوي في حياتنا. عندنا اكيد الكل يعرف ان الالوان الفاتحه دائما تعطي طاقه ايجابيه، مثل عندنا اي لون فاتح، عندنا الوردي مثلا تعطي طاقه ايجابيه قويه وتأثر على مزاجنا بشكل إيجابي جداً. وعندنا كمان الألوان القوية جداً اللي مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر، هي ألوان تعطي نمط أو تعطي نمط قوي، تقول إنك قوية وكمان تحفزك، تعطيك تحفيز، طاقة تحفيزية. وعندنا اللون ونيجي على اللون الأزرق اللي هو محبوب من كل الطرفين اللي هما النساء والرجال. هي السبب إنه محبوب لأنه تعطي طاقة تراحة، تعطي طاقة سكينة. وبالنسبة للون الآخر تعطينا طاقة أمان، فأكيد الألوان تأثر علينا وتأثر على مزاجاتنا. بالفعل هذا الشيء أكيد، يعني أن الألوان دائما تأثر على كذا شخصيتنا. بما أنك أنت ذكرت اللون الأحمر اللي هو يرمز على القوة، ترى أنا ما أحب اللون الأحمر أبدا، إذا لبسته دائما أحس بحرارة نوعا ما. ونفس الشيء اللون البنفسجي ترى جدا ينرفزني. يمكن أنا من ساعة أن قالوا لي نروح الجانب الثاني الكراسي البنفسجية أنا ما حبيت، لأنه جدا أتنرفز من اللون البنفسجي لما أشوفه، خصوصا البنفسجي الفاتح. بس لازم تجربي، لازم تجربي. إيه لازم التغيير، شيء ضروري. أحاول إني أغير بس إني ما أتقيد جدا إن اللون إنه يكون محبب لي، لأنه بالفعل اللون الأحمر ما أحبه واللون البنفسجي يخليني أكون معصبة يعني. طيب نتكلم عن الملابس الكاجوال، بما أنك أنت يمكن بعيدة عن الملابس التقليدية والفساتين ومختصة في هذا المجال، مجال الملابس العملية. هذه السنة خط الموضة لملابس الكاجوال، وكيف البنت تقدر تختار اللبس المناسب لها، مثل إذا كانت هي رايحة الجامعة وإذا كانت رايحة عمل في الفترة الصباحية؟ هي إذا قلنا على الموضة العالمية اللي هي قاعده تصير في الدول الاوروبيه، بما انه احنا في فصل الخريف والشتاء اللي هو راح يكون برد، فهم وايد معتمدين على الجاكيت الواسعه بقصات مختلفه. وعندنا اكيد الالوان الداكنه اللي هي الكحلي، البوردو اللي هو الاحمر الغامق، وكمان اللون الوردي الفوشيا اللي كثير قوي، هذا كثير بعد دارج في الخريف، خريف شتاء. وحتى اذا تلاحظين في كذا فاشن ويك، انه فاشن شوز، انه يلبس سينيه اللي هو فستان السهره، يلبس عليه جاكيت بقصه ممكن تناسب انه تطلعي بسهره فيها. فهذه هي اللي دارج حاليا. طيب انت ذكرتي اللي هي الجاكيتات الواسعه، بمعنى
مسمى الموضة اللي هو الكاب. الكابس. أيوة الكابس. طيب نحن في دول الخليج خصوصا حتى لو قلنا خريف وشتاء الجو يمكن ما يساعدنا ودرجة الحرارة تكون جدا مرتفعة، خصوصا نحن نتكلم في الفترة الصباحية، هل لازم المرأة تلبس الجاكيت؟ نحن نادر ما نحصل الجاكيت الخفيف، دائما نلاقيه ثقيل، فايش تنصحيها بالضبط؟ مو ضروري يعني اكيد فيها تلبس كاب، بس قماش نوعية القماش تكون اكيد تختلف عن الماركات اللي باوروبا، واحنا عندنا مصممين ما شاء الله قاعدين يسعوا انه يعملوا اشياء تناسب المجتمع العماني، تناسب المرأة العمانية من ناحية الاحتشام ومن ناحية الألوان كمان والأقمشة أنها تكون مناسبة في الجونة الجو العام. أي الأقمشة الباردة، الأقمشة اللي مو ثقيلة وما تعمل حر كثير. جميل. طيب أيضا تصاميمك فيها نوع من الجرأة أروى، وفيها نوع من القوة، أن المرأة يمكن إذا لبستها تكتشف الجانب الآخر من شخصيتها، وأيضا عندك تصاميم لمرأة ناعمة وكلاسيك، نقول اللي السيف سايد. ما أعتبرها سيف سايد. ما تعتبريها سيف سايد. طيب أنا قصدي أنه الشعر يكون عادي، الميك اب يكون خفيف، اللبس يكون جدا ناعم وكلاسيك، إيش النصيحة اللي توجهيها للمرأة اللي دائما ما أدري، أنا بالنسبة لي إن هي سيف سايد ما تحب إنها تكون جريئة. الجرأة مش دائما يعني إنك تحطي أوفر. بالنسبة أنا أنصحها، بالنسبة للمرأة الكلاسيكية الناعمة أنصحها تظل مثل ما هي، لأنه إذا تلاحظين إنه أي قطعة تشترينها كلاسيك أو بالكلاسيك اوكي كلاسيك، فانه هي ممكن تدوم اكثر، ممكن تكرريها باكثر من مناسبه، اذا عندك مناسبه نهاريه ممكن تلبسيها بقطع اكسسوارات اقل، او ما تدمجيها مع الوان مناسبه للنهار، ونفس القطعه ممكن تحولينها تلبسينها الى بمناسبه اجتماعيه مسائية، بس ممكن تزيدي فيها اكسسوارات اكثر، وممكن تحطي عليها قطعة مثلا شيلة او تنورة بالوان اقوى والوان مناسبة للمساء، او حتى ممكن توج قاعدة تتكلمي عن الشايني قطع اللامعة، اي اللامعة الميتاليك كولرز هذيلا كمان، يعني انه ممكن تضيء القطعه الكلاسيك، مش يعني مو يعني انك انت في السيف سايد، بالعكس القطعه الكلاسيك تعتبر اناقه، يعني الكلاسيك او ايكوالز اناقه، يعني الواحد يقدر مثلا المراه تقدر انها تلفت النظر بملابسها ولكن بطريقه غير مبالغه، انها تكون لها كذا حاجه معينه كلاسيك يونيك، أوكي. حاجة نادرة من خلال اللبس اللي هي تلبسه. ومعلش ملاحظة ثانية بنفس السؤال، إنه شطارة الديزاينر إنه ما لما يلبس المرأة إنه القطعة هي شخصية المرأة، سوري، هي شخصية المرأة هي اللي تظهر مش القطعة. بالفعل. فهذه هي شو اسمه، يعني المرأة لازم تعرف شخصيتها قبل لا تختار اللبس. أنا أشكرك مصممة الأزياء أروى بنت موسى المسافر طبعاً على هذا الحوار الجميل، كذا قدمت لنا معلومات جداً جميلة للمرأة، وأتمنى أن هي استفادت منها. شكراً. تسلمي. الله يخليكم. شكراً. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت فقرتنا لليوم وموضوعنا عن الكاجوال، الحين راح نشوف تقرير عن طبخة معينة وبعدها راح نرجع لكم، كونوا معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الاحباء، شكرا للزميله حوراء الفارسيه وضيفتها الكريمه على فقره الموضه والتصميم، وراح ان شاء الله تعالى ايضا نستمر معاكم ونتواصل في فقراتنا ومحطاتنا مباشره من الزميله حوراء الى زميلنا الاخر منور ما شاء الله عليك اليوم احمد، طلتك جميله، احمد المعمري الموجود حاليا في محافظه شمال الشرقيه وتحديدا في ولايه ابره، وراح يكلمنا احمد عن تفاصيل اوفى حول موضوع حلقه عمل لاعداد الخطه الخمسيه التاسعة بصحية شمال الشرقية. أحمد من جديد صباح الخير. صباح النور سيف، وصباح النور لجميع المستمعين، عودة لكم مشاهدين الكرام من مركز الاستكشاف العلمي وتحديدا من قاعة المعرفة للحديث أكثر حول هذه الورشة التي تتحدث عن الخطة الخمسية التاسعة للمؤسسات الصحية الموجودة على مستوى شمال الشرقية، التي يشارك فيها ما يقارب أكثر من 160 طبيبا وفنيا وإداريا على مستوى المؤسسات الصحية بالمحافظة، وأيضا يشاركهم عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية وجماعة دعم صحة المجتمع بالمحافظة. للحديث أكثر حول هذه الورشة وما تتضمنه أيضا من أوراق عمل ومن أهداف، تنضم إلينا الأخت أسماء بنت حمود الحارثية مديرة دائرة التخطيط بالمديرية العامة للصحة بمحافظة شمال الشرقية. صباح الخير أخت أسماء، وصباح الخير معنا في هذه الورشة للحديث أكثر عن الورشة وما بها من أوراق عمل. صباح الخير وصباح الخير للمشاهدين الكرام في قهوة الصباح. اليوم هو اليوم الثالث لإعداد الخطة التشغيلية بمحافظة شمال الشرقية، الخطة للتنمية الصحية 2016-2020. نشارك معنا مثل ما انتم شايفين القاعة فيها مجموعة من الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإداريين في محافظة شمال الشرقية، كلهم موجودين اليوم وأمس على أساس وضع الخطة التشغيلية، بمعنى أن كل دائرة تضع خطتها، كل قسم يضع خطته التشغيلية. هذه الخطة التي سيقوم بتنفيذها لمدة 5 سنوات. ما هي أبرز أوراق العمل التي قدمت في هذه الخطة؟ اصلا البرنامج كله كان لمده 3 ايام، كان في يوم تدريب دربنا ما يقارب 45 مشارك، واليوم الثاني كان في المحاضرات، وكانت في محاضره مهمه للدكتور احمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات عن المرتكزات والتوجهات للخطه الخمسيه التاسعه، بالاضافه كانت في محاضره لوضع المؤشرات، وكان في عرض عن الخطة الثامنة والإنجازات التي حققتها المحافظة في الخطة الثامنة للتنمية الصحية. ما هي أبرز الأهداف التي تهدف من خلالها هذه الورشة أو ورشة العمل، وأيضا هذا المشاركة الجميلة والحضور الجميل من مختلف الفئات الطبية في المحافظة؟ هنا يأتي أهمية التخطيط للخدمات الصحية. الخدمات الصحية لازم أن تخطط لها مسبقا، فالتخطيط يساعد على تقديم الخدمة بشكل أفضل، يساعد على حسب الموازنة، يساعد على تحسين الأداء. هذه الورشة وضعنا لها أهداف أن تنتهي بخطة، خطة تمثل المديرية الصحية، خطة تساعد الإداريين والفنيين على القيام بالعمل بشكل أفضل وذات كفاءة عالية. ما هي أبرز النتائج المتوقعة من هذه الورشة اليوم إن شاء الله؟ أبرز النتائج المتوقعة أن نضع أنشطة فرعية للمحافظة، هذه الأنشطة لكل دائرة ولكل قسم، وأبرزها الرعاية الصحية الأولية التخصصية، ومن ثم نضع مؤشرات، هذه المؤشرات ساعدنا في احتسابها وفي عملية تقييم الخطة الخمسية فيما بعد. أيضا من خلال التخطيط وهذه الورش التي قدمت هنا اليوم، هل هناك أيضا يعني مستجدات جديدة في مجال الخطة لم تتطرق إليها الخطة الماضية؟
هذه الخطة تنتهج نهجية الإدارة المرتكزة عن النتائج، أي أنك تضع النتيجة المتوقعة ثم تضع المنتجات ومن ثم الأنشطة الفرعية. الخطة السابقة كانت تختلف أنك تضع الأهداف وتبحث عن الموارد، ولكن هذه الخطة تختلف أنك أنت تكون عندك النتائج المتوقعة وتسخر الموارد المتاحة في تنفيذ الخطة. تعرفنا أعزائي المشاهدين والأخ سيف على أبرز الأمور التي تتعلق بالجانب التخطيطي أو جانب التخطيط في مجال الخطة الخمسية التي جاري تنفيذها الآن، أيضا من خلال مشاركات المجتمع والمشاركات التي من فئات المؤسسات الأخرى. هنا ينضم إلينا النقيب ماجد بن سعيد المسروري من شرطة عمان السلطانية، وهو الذي شارك أيضا لهم مشاركة في هذه الورشة. النقيب صباح الخير. صباح النور والسرور. النقيب محمد ماجد، لو تحدثنا عن مشاركتكم اليوم في هذه الورشة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم وأمس نشترك معكم في هذه الندوة أو هذا المؤتمر للاطلاع على السياسات المستقبلية بالتشارك مع كافة المؤسسات الحكومية لإعداد خطة 2020 لوزارة الصحة بما يدعم الخدمات الصحية المستقبلية إن شاء الله. جميل هذه المشاركة بين المؤسسات الحكومية في تحديد الخطط ووضع الخطط. أيضا ما هي الإضافة التي ينتظرها المشاركون أيضا من شرطة عمان السلطانية في مثل هذه الورش؟ من مثل هذه الورش يعني احنا نخرج بأفكار عن الخطط اللي تقوم عليها الوزارة لعمل بالتنسيق مع الوزارة الحكومية الأخرى، وايضا الاطلاع على الخطط المستقبليه. فكل هذا احنا كدفاع مدني وكادارات المرور لنا دور في التقليل من نسبه الاصابات في الحوادث الطرق وفي الاسعافات الاوليه، وهذا كله يسهم في الصحه العامه بشكل عام. شكرا جزيلا النقيب ماجد بن سعيد المسروري من شرطة عمان السلطانية، أيضا حدثنا عن مشاركتهم في هذه الورشة. عودة إليك أخي سيف، وأيضا ستكون لنا متابعة لهذه الورشة اليوم. نعم، شكرا لك يا أحمد، وشكرا على هذه التغطية المميزة. شكرا أيضا لضيوفك الكرام، وإن شاء الله تعالى أيضا راح تكون لنا وقفات معك في قادم الأوقات. مشاهدينا الأحباء، إذا من ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية ننتقل معكم إلى محافظة الوسطى وتحديدا إلى ولاية الدقم، حيث يتم في هذه الأثناء حفل افتتاح مبنى شرطة الدقم المبنى الجديد، بالإضافة أيضا إلى تخريج فصائل من الشرطة المستجدين. نترككم مع هذه اللقطات التي تبث الآن على الهواء مباشرة عبر قناة عمان مباشر، وبعدها إن شاء الله تعالى سنواصل معكم فقرات وبرامج ومحطات برنامج قهوة الصباح، فتابعوا هذه اللقطات. قدم بهيئة الاستقرار في أولادهم إلى اليسار إلى الأمام مريان في
بكم من جديد مشاهدي الأحباء، تحية صباحية لكل من انضم في هذه اللحظة ليتابع برنامج قهوة الصباح. إذا كانت تلك لقطات مباشرة على الهواء مباشرة عبر قناة عمان مباشر لحدث افتتاح مبنى شرطة الدقم وتخريج فصائل من الشرطة المستجدين. عموما احنا مواصلين معاكم مستكملين أيضا باقي فقراتنا ووقفاتنا، والحديث هذه المرة حول جائزة يعني عن النساء، المرأة العمانية، وتحديدا عن جائزة التميز الدرع الذهبي في المسؤولية الاجتماعية وأيضا الصحة النفسية على مستوى المنطقة العربية. هذا الدرع التميز الذهبي التي حصلت عليه طبعا جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد أخصائية طب نفسي من مجلس المرأة العربية. تفاصيل هذه الجائزة وغيرها من الجوائز والإنجازات والمناشط المتعلقة بهذا الجانب نتعرف عليه من خلال وجود جناب السيدة بسمة. احنا سعيدين بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، ومبارك لك ايضا هذا الانجاز. صباح الخير، صباح النور والسرور، شكرا صراحة، والانجاز هذا لعمان كلها ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. اذا جناب السيدة، اول شيء قبل كل حاجة قبل نتكلم ايضا عن الصحة النفسية واهمية التوعية ايضا في المجتمع فيما يخص هذا الجانب وغيرها، نتكلم عن الجوائز، نتكلم عن هذا الانجاز اللي حققتيه. حدثينا شوي عن هذه المبادرة الجميلة أيضا وهذا الإنجاز. هذا الجائزة كان في إعلان حال مسابقة، نعم، إنه الواحد يعطي فكرة للمجتمعات العربية تقدر تساعدهم، نعم، وتنشط من الأشياء اللي تساعد المجتمع. فأنا قدمت عليه، وبعد فترة أتوقع بعد 3 أشهر ردوا علي وقالوا لي أنه أنا فزت بالجائزة. طبعا هذه الجائزة إلها مكانة خاصة عندي غير الجوائز الثانية. أولا أنها جات في وقت أكتوبر، صحيح، ثانيا جات من البلدة اللي أنا بديت فيها مشواري وهي الأردن. فأنا متخرجة من الجامعة الأردنية البكالوريوس، بدأ مشواري. ثالثا هي كانت تحت رعاية سمو الأميرة بسمة اللي أنا اسمي عليها هي، فالحمد لله دائرة مكتملة. الحمد لله. كنت أكيد سعيدة لو تصفين كده مشاعر لما يتصلوا فيك وخبروك بهذا الإنجاز وبهذا الفوز، كيف كانت مشاعرك لحظتها؟ صراحة أنا من النوع اللي شوية مشاعري تضحك أول شيء، لأنه عادة الناس انصدموا وكذا، أنا جيلي ضحكة أول شيء. ابتسمتي يعني تلقائية بكل فرحة يعني. انتظر أي حد يتصل فيا أو أنا أتصل بزوجي أقول تعرفي صار اليوم كذا كذا كذا، يعني أكون من النوع اللي واجد أتحمس. نعم حلو. ولما شفت إنه تحت رعايتها هي، وصراحة نفس الشيء مثل ما قلت لك الأردن وكل هذا، حسيت إنه بعض اللقطات. إيه الحمد لله. هذه كانت شهادة الدكتوراه الفخرية، نعم، من الإمارات، أيوة، من جامعة الشارقة ولندن، نعم، الجامعات مشتركين. فكانت أظن في شهر مارس هذه كانت. نعم. طيب جناب سيدي، خبرينا شوي عن بعض مشاركاتك، عن بعض إنجازاتك في هذا المجال. طبعا الحمد لله، وبعد شكر الله وصاحب الجلالة اللي أعطانا هالفرص صراحة، ولا الواحد ما كان سوى شيء. أنا حالي الإنجاز الأكبر هو هذا التوعية للصحة النفسية اللي دائما أتكلم عنها. يعني بعد ما سويت هذا الشيء، الحملة أو المبادرة اسمها نحن معك، حسيت الأشياء أكثر صارت وضوحا. أنا الحين الحمد لله في هذا المجال تقريبا 15 سنة ما شاء الله. فأنا كنت في الجامعة والحين عندي عياتي الخاصة، فأحاول بقدر الإمكان أني أنشر التوعية بس بطريقة مختلفة، طريقة مبتكرة. فحتى لما أحصل الجوائز، يعني هذه كانت الدكتوراه الفخرية كمان للمسؤولية الاجتماعية لفئة الشباب، زين، هذه كانت انه عشان اوعيهم هم. اللي من الاردن كانت نفس الشيء للمراه والدرع الذهبي. قبل كذا كانت المراه المثابره للتوعيه للصحه النفسيه ومعدل الاعتداء على الطفل، لانه انا عندي اهتمام خاص في هذا المشروع. فانا حالي بصراحه جوائز حلوه، جوائز ما واحد تحفيز، صح، لكن انا حالي احسها شغل. بالعكس احس بس ما الحين عندك شغل اكثر، يعني ما تتوقفي الان، نعم، الان اكثر يعني عندك، نعم. ايوه، هذه المراه المثابره، هذه كانت كمان في الامارات ما شاء الله، هذه اللي قبلها. وانت دائما مثابره يا جماعه السيده بس ما شاء الله تبارك الله. وكنت ايضا حاضره معنا من خلال برنامج قهوه الصباح في الدورات الماضيه، ايضا تقدمين فقره خاصه، نعم، بهذا الجانب. اليوم نتكلم عن الصحه النفسيه واهميه ان تكون فعلا يعني الواحد في حياته اليوميه، في لحظات يومه، في تفاصيل يومه، يجب ان يتمتع بالصحه النفسيه التي تؤهله انه
فعلا يبادر ويقدم ويعطي لهذا الوطن. فإلى أي مدى تشوفين أهمية فعلا أن تكون التوعية بالصحة النفسية حاضرة وتشمل جميع فئات وأفراد المجتمع؟ طبعا الصحة النفسية شيء مهم لجميع الفئات لكل الأشياء. جلستك هنا اليوم فيها صحة نفسية، المحادثة مع الغير لا الجماعة وحين مرتاحين الحمد لله مع المشاهدين. وللأسف هالفترة احنا نمر أصلا بفترة يعني الدول العربية عامة أنه شوية الفترة ما الحالة النفسية مش ممتازة مثل ما نقول، فإحنا نريد أكثر وأكثر الواحد يشوف حلول أنه شوية تخفف عليه، بس وجودها جدا مهم. الاتزان في الحياة اليومية والعمل والاتزان في الصحة النفسية جدا جدا مهمة، ولا الواحد ما بيقدر أنه يعطي حتى لو عنده ابتسامة في وجهه بس في داخله الأشياء ما جالسة أنها تتصلح، فجدا جدا مهمة. نعم، همسات السكون، همسات السكون، هذه عيادة قمت بافتتاحها بنفسك يعني، وهي أول عيادة لربما في هذا الجانب في السلطنة، حدثينا عنها وأيضا كيف جاءتك فكرة تأسيسها، وهل من صعوبات أو تحديات معينة واجهتيها في البداية أو في هذه الأثناء؟ صعوبات دائما موجودة، وهي اللي تخلي الواحد أكثر يشتغل بجد، لأنه إذا كان كل شيء سهل الواحد ما بيتعب نفسه، صح؟ ما بينجز شيء. هذا حلمي من زمان، من وأنا منما تخرجت، عادة أنا أقول هذه القصة، منما تخرجت من الجامعة كان حلمي أنه يكون عندنا في هذا البقعة من العالم أو في بلدي أنا هذه الثقافة. طبعا في الجامعة اشتغلت وبديت شوي أشوف هل هي لها أهمية أو لا، وصار فيها أهمية. لما صار الوقت المناسب خلصت الماجستير وقدرت ودربت في دول معينة، قلت خليني أسسها، واسمها جاي من منطلق أنه أنا ما كنت أريد شيء ثقيل، يعني حتى أنت الحين تقولها خفيفة يعني ما ثقيلة. السكون. أيوة، اللي ضحك حين في بعض الناس فكروا اسمي الدكتورة همسة، يعني ما أعرف كيف جاي هذه أو همسة سيدة همسة، أقول لا أنا اسمي بسمة، بس يعني الفكرة أنها إحنا عندنا منتجعات كثيرة بالسلطنة ما شاء الله جميلة، بس إحنا هذا المنتجع منتجع نفسي عقلي للراحة النفسية، وبعده إحنا نشتغل فيه أكثر وأكثر، وياريت لو كثير من الناس يفتتحوا نفس الشيء، بس يكون مع شهادات موثقة وناس فعلا يعني عندهم خبرة. أبرز الخدمات اللي تقدموها في هذه العيادة هو الإرشاد الفردي الجمعي، المجموعات المساندة. أنا الحين جالسة كثير أحاول أني أسوي مجموعات مساندة للنساء المطلقات أو قبل الزواج، للرجال والنساء، فأكثر أكثر هذه التوعية جدا جدا مهمة. بس صحيح. المشكلة الثقافة مش من الطب النفسي، إنه الحمد لله في ناس يجوا، بس المجموعات المساندة هذه شوية مسوية قلق شكله. ليش؟ لأنه أتوقع أنه ما حابين أن يتكلموا في مجموعة، مع أنه أصح الأشياء أنه أنا أتكلم في مجموعة الناس يكونوا يعانوا من نفس الشيء. يعني أنت الحين ما شاء الله عليك إعلامي مذيع، فإذا أنت وزميلك زي عندكم نفس المشكلة أنتوا تفهموا بعض أكثر من الأخصائي، وهذه الثقافة اللي إحنا بعدها يعني ما موجودة. فشوي إن شاء الله الأشياء بتكون أحسن، بس هي في الآخر صحة نفسية دائما بيكون فيها شوية تعب إن الواحد يتكلم. صحيح. بس كيف شايفة بشكل عام وأنت أيضا في هذا المجال وفي هذا المحيط؟ يعني إحنا اليوم في عام 2000 يعني خلاص داخلين على 2016 إن شاء الله تعب ثلاثة أشهر، ولكن كيف شايفة مدى وعي أيضا المجتمع، أفراد المجتمع بضرورة أيضا أن تكون هناك زيارات لربما متتالية وبشكل دوري إلى هذه العيادة وإلى المعالجين النفسيين، أما زلنا في صراع داخلي في عملية الحرج الاجتماعي اللي لو رحت سبحان الله لهذه العيادات فربما ينظر لك بنظرة غير عن النظرة اللي أنت تتمنى أن تكون حاضرة. هي دائما بتكون موجودة على فكرة في كل دول العالم، احنا دائما نتكلم أنه احنا لا كعرب والأجانب غير موجودة، حتى عند الأجانب بس التوعية عندهم أكثر، لكن أنا أحس فيها تغيير. يعني أنا ما أحس أنه لا، يعني كثير من الناس سألوني هذا السؤال كيف، وناس يجوا عندش، وأكيد أقول لهم بالعكس ناس يجوا لأنه يحسوا أنه هم يحتاجوا مساعدة، المكان مهيئ أنه الواحد يريد يجي كمان. بس كثير من الناس اللي ضحك يجوا بعدين يقولوا على فكرة ما كنت أبغى أجي، أقول لهم يلا ما علي، المهم أنك أنت وصلت، وهذه أول خطوة للتغيير. نعم. حتى قبل ما حتى نبدأ، فشوي يمكن بيتغير، بس بيكون دائما في هذه الفكرة اللي موجودة. وعلى فكرة ما دخل الناس اللي كبار في السن أو اللي من الجيل القديم، حتى الجيل الجديد للأسف في بعضهم عندهم نفس التفكير. نعم. اللي أنا مرات يعني
اندهش يعني حتى المراهقات يعني مرات يقولوا لا لا عشان بعدين يقولوا عني مجنونة. فأنا مرات أقول لهم سبحان الله يعني أنتوا جيل جديد والأشياء الحين متقدمة، فهذه الفكرة بتكون موجودة، عاد إحنا شطارتنا إنه كيف نخليها أخف شوية. مع وجود مشاغل الحياة وأيضا ارتباطات الحياة وتعقدات الحياة وغيرها، يعني إلى أي مدى أيضا شايف إنه الواحد يجب عليه إنه مثل هذه الصحة النفسية؟ طبعا لها مواضيع كثيرة إنزين، وأيضا من ضمن الأشياء اللي هي مثلا خلينا نقول القلق، الخوف، التوتر وغيرها، إلى أي مدى تشوف إنه فعلا إحنا بحاجة إلى توعية نستطيع من خلالها تحويل كل تلك الحالات إلى جوانب إيجابية تخدمنا فعلا في عطائنا، في تطويرنا لذاتنا في الحياة اليومية؟ طبعا أهميته جدا جدا مهمة. المشكلة الحين لما الناس عادة لما أجلس معهم أنا أو أي أخصائي يقول أيوة أنتوا بس طول الوقت تتكلموا عن الإيجابية أو طول الوقت تقولوا أيوة عادي وسهل وكذا، أكيد في شيء سلبي في الموضوع، بس إحنا ما نريد نشجع السلبية طول الوقت. سلبية مرض، يعني مرض كبير. يعني إحنا السلبية الطبيعي تكون شوية موجودة عشان نلجأ للإيجابية، لكن مش طول الوقت. يعني أنا أحس مرات الواحد كأنه صار لسانه متعود على أنه ينحاد إلى السلبية على طول. القلق والاكتئاب كل هذه الأشياء ترى عادية وتصير لكل حد، مثل ما أنا دائما أقول صحيح. إلى أي مدى احنا الحين نريد نعرف الى اي مدى بنوصل؟ هل بدينا نوصل انه خلاص بدا انه الكوب مثلا القهوه فيه جالس ينكب ولا لا بدا انه يتزن؟ هذه هي النقطه اللي احنا نريد نوصلها. ولا اي حد يجي له قلق، يعني يكذب عليك حد يقول انا عمري ما جالي قلق او اكتئاب، بس هي الفكره نرجع مره ثانيه اللي على طول اذا قلنا كذا اذا في واحد يقدر يتاقلم ويتكيف مع هذه الحالات ومع هذه الاوضاع، انه نعم. يتكيف مثل ما انا اتكيف لما يكون عندي سكري او ضغط او كل المشكله. في ناس يعني ما شاء الله عليهم شهريا يجوا على الأقل مرة، الناس يقولوا ليش طيب؟ طب نفس الشيء، ما هو يعني إذا حالة نفسية غير عن المرض النفسي. ومرات الواحد بس يبغى يتكلم مع حد مش من بيئته، بس مع حد كذا يفضفض. ويعني مرات إحنا ما أنه نسوي سحر مثلا بس خلاص كل شيء نحل، بس أن الواحد يرتاح أنه جالس يتكلم صحيح وفضفض اللي بداخله وراح البيت. نعم جميل جدا بأمانة، يعني سواء هنا على الهواء مباشرة أو تحت الهواء أو كل ما وجدنا جناب السيدة بسمة، نحن دائما نستفيد من حديثك الشيق والممتع فيما يخص شكرا هذا الجانب وأيضا الجوانب الأخرى. فسعدنا جدا بوجودك معنا اليوم جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد، أخصائية طب نفسي والحاصلة على درع التميز الذهبي في مجال المسؤولية الاجتماعية والصحة النفسية على مستوى المنطقة العربية. شكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج. أنا بغيت بس أقول مبروك للمترشح انفازوا او لا، يعني مهم ان هم ما شاء الله عليهم يعني دخلوا في هذا المجال. انتخابات مجلس الشورى قصدي؟ ايوه انتخابات مجلس الشورى للمترشحات والمترشحين، عشان ما يقولوا احنا مع النساء وما مع الرجال، كله ان شاء الله. وكل عام والمرأة العمانية والرجل العماني بخير، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بألف خير صحة وسلامة جناب السيدة بسمة، شكرا لك. عموما احنا مستمرين معاكم مشاهدينا الأحبة، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية يا رب العالمين في مختلف جوانب حياتكم الشخصية والعامة بشكل عام. إلى ولاية القابل الآن وحديثنا أيضا مجددا عن يوم المرأة العمانية، حيث أقيم هناك احتفال بهذه المناسبة الخاصة الوطنية. نتابع التقرير ولنا عودة في برنامج قهوة الصباح. تعزيزا للدور الرائع الذي تقوم به المرأة العمانية في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والتنموية، كان 17 أكتوبر هو اليوم الذي خصص للاحتفال بالمرأة العمانية وتوفير المناخ الآمن لها لتوظيف كافة طاقاتها الإنسانية. أكيد شعور كل فتاة كل امرأة تفخر بهذا اليوم اللي أكرمها حضرة صاحب الجلالة في هذا اليوم تاريخ 17 أكتوبر، وكل الشكر لجلالة السلطان ونجدد له الولاء والعرفان. الاحتفال بيوم المرأة العمانية في ولاية القابل اشتمل على العديد من البرامج والفعاليات تكريما للمرأة العمانية على ما تقدمه من جهد وعطاء. يوم المرأة العمانية أحس بالنسبة لي عرس بهيج ومكرمة خاصة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وأدعو له بموفر الصحة والعافية. قصائد شعرية وعروض محوسبة استعرضت منجزات المرأة العمانية في شتى المجالات والطموح الذي تسعى لتحقيقه في حاضرها ومستقبلها.
في أيام الدراسة كان هناك المتفوق، وهناك أيضاً الذي يتميز برأيه وبقراراته السليمة، وفي العمل كان يتميز ذو الخبرة عن غيره. أيضاً في المشاركات الاجتماعية هناك من هو الأكثر مشاركة. اختر الذي تراه متميزاً ويمثلك لبناء الوطن. مع تحيات وزارة الداخلية. مشاهدينا الكرام، من بين أوراق الصحف نختار لكم أبرز العناوين، نسلط الضوء على أهم الأخبار لتظهر لكم فقرة الصحافة بأبهى حلة. فأهلا وسهلا بكم مع بداية الأخبار التي اخترناها لكم من جريدة عمان. فأول الأخبار، تنفيذا للأوامر السامية، سفينة شباب عمان تبدأ رحلتها لموانئ دول مجلس التعاون. فتنفيذا للأوامر السامية لمولانا حفظه الله، غادرت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية البلاد متجهة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في رحلتها الدولية الأولى شراع التعاون 2015، حاملة معها عبق التاريخ البحري العماني العريق وإنجازات الحاضر المشرق. ونبقى مشاهدين الكرام أيضا في أخبار البحر، فربط ملاحي جديد بين ميناء صلالة وبربرة الصومالي. فقد أعلنت إكسبريس فيديرز، والتي تعتبر أكبر مشغل لخدمات الربط على مستوى العالم، أنها سوف تبدأ خدمة الربط الملاحي المباشر بين ميناء صلالة وميناء بربرة في الصومال، والتي بدأت الخدمة في منتصف شهر أكتوبر الحالي. وقال الرئيس التنفيذي لميناء صلالة، ستساهم هذه الخدمة الجديدة لخطوط الشحن الملاحي لاستخدام ميناء صلالة كبوابة لتقديم خدمات فعالة وتخفيض التكلفة على الزبائن مع أعلى معايير خدمة النقل إلى ميناء بربرة. وأيضا قال تحقيق مزايا إيجابية إضافية لسلسلة التوريد التجاري المتنامية بين صلالة وبربرة. وننتقل مشاهدين الكرام إلى جريدة الوطن والأخبار التي اخترناها لكم. خبرنا الأول عن حماية المستهلك التي تحصد جائزة الاتحاد العالمي لريادة الأعمال لتميزها المهني. فقد توجت الهيئة العامة لحماية المستهلك بجائزة الاتحاد العالمي لريادة الأعمال 2015، وذلك في الحفل الذي يأتي تزامنا بمناسبة الذكرى 11 لانطلاق هذه الجائزة. وقد تم اختيار الهيئة لتكريمها في هذا الحدث كواحدة من أفضل المؤسسات في السلطنة لما أبدته من إجادة في الخدمات التي تقدمها للمستفيدين. ويعتبر الاتحاد العالمي للأعمال أحد
المنظمات الرائدة في مجال الأعمال، ويهدف إلى تعزيز وتطوير وتنمية أكثر من 3000 عضو من 100 دولة للاعتراف ودفع المؤسسات إلى التقدم. ومن خبر الهيئة العامة إلى حماية المستهلك إلى خبر آخر من جريدة الوطن، ولكن هذه المرة خبر فني وجوائز أخرى يحصدها شباب عمان في المجال الفني. فالسلطنة تحصد السعفة الذهبية والفضية في افتتاح معرض الفنون البصرية بالدوحة. فقد حصدت السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة بجائزة السعفة الذهبية في مجال الخط العربي وعلى السعفة الفضية في مجال الأعمال التركيبية في افتتاح معرض الفنون البصرية الثالث لفناني دول مجلس التعاون. وتسعى أيضا وزارة التراث والثقافة ممثلة بقسم الفنون التشكيلية في مواصلة إبراز الفنون العمانية للزوار في بقية أيام المعرض الذي سيسدل الستار عنه في 11 من نوفمبر. وننتقل مشاهدين الكرام إلى الخبر الذي اخترناه لكم من جريدة الرؤية، فافتتاح مشروع مخازن الاحتياط الغذائي بمحافظة الشرقية. فقد احتفلت إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي أمس بافتتاح مشروع مخازن الهيئة بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة أن المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال الأمن الغذائي في السلطنة التي تنفذها الهيئة في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بضرورة تواجد مخازن الهيئة في جميع محافظات السلطنة. ونقرأ وإياكم مشاهدين الكرام هذا الاستطلاع الذي نشرته الصحف، ف1,700,000 ريال عماني قيمة مبيعات سوق الجملة المركزي للأسماك. فقد بلغت مبيعات سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركة منذ بداية العام الجاري 2015 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 1,722,000 ريال، بينما بلغت كمية الإنزال السمكي للتسعة أشهر الماضية 1,978 طنا من مختلف أصناف الأسماك التي بيعت منها 1,523 طنا. كانت هذه أخبارنا المحلية مشاهدين الكرام، أما الآن اخترنا لكم هذا الخبر العالمي من الفلبين والإعصار الذي يضرب الفلبين في هذه الأيام. فإعصار كوبو يضرب الفلبين ويشرد الآلاف. فقد ضرب إعصار كوبو شمالي الفلبين ما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار من منازلهم وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية. وقال رئيس مكتب الأرصاد الجوية أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة لمدة 3 أيام، مما يزيد خطر وقوع فيضانات وانزلاقات في التربة. وأضاف فاضت بعض الأنهار وبات من الصعب عبور العديد من الطرق والجسور بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات. كانت هذه أخبارنا اللي اخترناها لكم مشاهدينا الكرام. كما تشاهدون الآن صور لإعصار كوبو الذي يضرب الفلبين ويشرد الآلاف. أما الآن مشاهدينا الكرام فسنعرض لكم هذه الصور لمسابقة الحياة الفطرية 2015. الصور التي ستشاهدونها هي الصور المتأهلة للمرحلة النهائية، ومنها الصورة الفائزة على المركز الأول، وهي صورة لثعلب أحمر يقف على جثة مدرجة بالدماء لثعلب قطبي تفوز بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2015. الصورة كما تشاهدونها على الشاشة مشاهدينا الكرام. وسوف ننتقل إلى بقية الصور المتأهلة إلى المرحلة النهائية تباعا. هذه الصورة الحاصلة على المركز الأول، وهذه بعض الصور التي وصلت إلى المرحلة النهائية من المسابقة.
مشاهدينا الكرام، كانت هذه فقرة الصحافة لهذا اليوم المتعة والاستفادة نتمناها لكم في فقرة الصحافة وفي بقية فقرات البرنامج. أما الآن فعودة للزملاء في الاستوديو لاستكمال ما تبقى من رحلة برنامج قهوة الصباح. يدرس علماء في بولندا الطيور المهاجرة للوقوف على التغيرات التي تطرأ عليها، ولا سيما على أجنحتها، لتتكيف مع الظروف المناخية الجديدة لا سيما الاحترار. ويدرس الطير بعناية ويقاس وزنه وطول جناحيه والأنواع المختلفة لريشه وصولا إلى ذيله، ويجهز بعد ذلك بسوار مع رقم تسلسلي قبل أن يطلق مجددا ليواصل رحلته إلى جنوب أوروبا أو غربها. نسأل دائما لما ندرس منذ 55 عاما الطيور نفسها، والجواب هو أن تطورات طرأت على هذه الطيور حتى خلال هذه الفترة القصيرة، فشكل أجنحتها تغير لتكيف مع الظروف المناخية الجديدة التي تفرض عليها مع الاحترار المناخي وتوسع المدن وإزالة أشجار الغابات. ويجهز علماء الطيور البولنديون في 3 مراكز دراسات على ساحل البلطيق حوالي 50,000 طير سنويا بسوار، ولا سيما الطيور الصغيرة وخصوصا الجواثم. وعندما تتجه جنوبا يتربص خطر آخر بالطيور، وهو الصيد ولا سيما بطريقة غير قانونية في منطقة المتوسط، ففي فرنسا واليونان ومالطا وصقلية يصطاد الشنقب من أجل لحمه. شاد الفضاء ونزواح فه الطرب بالمهرجان، وطاب الشعر والأدب. هنا ستحتفل الدنيا بنغمتنا، وفي عمان جميل اللحن ينسكب. أرواحكم تستقي الإنشاد روعته، طوبى لمن سكبوا، طوبى لمن شربوا. مرحبا بكم أيها الأحبة من جديد، وعودة مجددة للفقرة الرياضية التي تأتيكم كل ثلاثاء من كل أسبوع. خصصنا اليوم موضوعنا عن إصابات الركبة، ولكن قبل أن نتطرق للموضوع إن شاء الله بعد قليل سنذهب لجولة من الأخبار الرياضية المتنوعة العالمية المحلية والعربية، ونبدأها أولا مع خبرنا المحلي الأول وهو عن منتخب الشباب، حيث قرر اتحاد الكرة العماني
ترحيل لاعبي منتخب الشباب الذي أشرف عليه المدرب الوطني رشيد جابر إلى فئة الأولمبي والتي يشرف عليه المدرب حمد العزاني. جاء هذا القرار بعد عدم توفيق الفريق في الصعود إلى نهائيات كأس آسيا وعدم تجاوزه لمجموعته التي دارت وقائعها في الدوحة رغم فوزه قبل أسبوعين ببطولة الخليج الماضية. كما سيتم تدعيم المنتخب الأولمبي ببعض الأسماء التي يحق لها المشاركة في نفس المرحلة، وسيقود الفريق المدرب الوطني حمد العزاني الذي يقوم بدوره في وضع خطة لإعداد الفريق في المرحلة المقبلة وقيادته في الاستحقاقات القادمة التي من أبرزها بطولة الخليج للمنتخبات الأولمبية المتوقع أن تقام نهاية العام الجاري. خبرنا الثاني من الهلال السعودي، حيث أكمل فريق الهلال السعودي استعداداته لمواجهة مضيفه الأهلي الإماراتي اليوم على استاد راشد في دبي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015. وكانت مباراة الذهاب قيمة الشهر الماضي وشهدت تعادل الفريقين 1-1 على استاد الملك فهد في الرياض. وسيغيب عن الهلال في هذه المباراة المدافع البرازيلي ديغاو إلى جانب المهاجم سلمان الفرج، وذلك بسبب الإيقاف، في حين يغيب حارس المرمى الأساسي خالد شراحيلي لأسباب انضباطية. وحول استعدادات الهلال قال اللاعب فيصل الدرويش أن الفريق قد استفاد من الدروس التي استقاها في مباراة الذهاب، بينما أكد المدرب دونيس أن اللاعبين يخوضون المباراة بروح التفاؤل. وإلى أخبارنا العالمية وبالتحديد من برشلونة، حيث يواصل برشلونة الإسباني حملته في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا حينما يحل ضيفا في بيلاروسيا في مواجهة باتي بوريسيوف البيلاروسي. فريق المدرب لويس إنريكي يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع روما وفوزه على ليفركوزن الذي يتقاسم المركز الثاني مع باتي برصيد 3 نقاط. نجم برشلونة نيمار يخوض المباراة بعد أن أحرز 4 أهداف في المباراة التي فاز فيها برشلونة في الدوري الإسباني على رايو فاليكانو يوم السبت الماضي. سيغيب أيضا كل من ليونيل ميسي وإنيستا بداعي الإصابة. خبرنا أيضا تشيلسي، حيث يعمل فريق تشيلسي الإنجليزي في استعادة التوازن بالفوز على مضيفه دينامو كييف يوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة السابعة في بطولة الأندية الأوروبية لكرة القدم في أوكرانيا اليوم. خبرنا الأخير من روما، حيث يبحث فريق روما عن فوزه الأول في منافسات دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن الألماني اليوم. فريق المدرب رودي غارسيا كان قد تعادل مع برشلونة بهدف وحيد في مباراته الأولى، ولكنه خسر أمام باتي بوريسيوف البيلاروسي في مباراته الثانية ويحتل حاليا المركز الأخير في المجموعة. عودة لكم أيها الأحبة من جديد، وموضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله راح يكون عن إصابات الركبة. سنتعرف على تفاصيل أكثر، سنجيب على كثير من الأسئلة من خلال ضيفي المتواجد هنا الدكتور وليد بن علي الكلباني، طبيب مقيم متخصص بجراحة العظام. تحية لك دكتور، وأنا سعيد جدا بتواجدك اليوم معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد ولي الشرف باستضافتكم، لكم الشكر على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذه المواضيع الشيقة
والدور التوعوي الذي تقومون به. يعطيك العافية دكتور. إن شاء الله قبل أن نتطرق عن الحديث عن الركبة وعن إصابات الركبة وعن غيرها من الأسئلة، خلونا بس مشاهدينا نتابع هذا التقرير ولنا عودة إن شاء الله تعالى. الركبة هي التي تسمح للإنسان بأن ينثني ويستقيم، وهي التي تعمل على دعم الجسم، لكن عندما تصاب الركبة فإن ذلك سوف يؤدي إلى الصعوبة في الحركة وشعور الشخص المصاب بالألم. يوجد الكثير من الإصابات التي تصيب الركبة، ويعتمد علاج هذه الإصابات على سبب الإصابة، والطرق العلاجية دائما تتضمن الأدوية أو العمليات الجراحية أو معالجات أخرى، لذا يجب الحرص دائما على الحفاظ على الركبة سليمة، وخاصة الرياضيين الذين يمارسون الرياضة بشكل مستمر. عودة لكم من جديد أيها الأحبة. مثل ما تابعنا دكتور، ربما الركبة حديث يطول دائما، كثير من الإصابات التي تشتهر بها الركبة. خلنا بس ناخذ بمختصر مفيد عن هذه، عن الركبة وعن الإصابات وعن أشهر الإصابات التي تعرض لها الركبة. طبعا مثل ما تفضلت الأستاذ أيمن أن الركبة هي موضوع طويل وتخصص بحد ذاته في مجال تخصص جراحة العظام. بنختصر الموضوع أن الركبة هي أكبر مفصل في جسم الإنسان، وهي تتحمل جزء كبير من كتلة الجسم، وهي من أهم المفاصل اللي يستخدمها الإنسان في الحركة أو في الممارسات الرياضية. طبعا هناك كثير من الرياضات التي تعتمد على قوة الركبة وتعتمد على الركبة بشكل رئيسي. طبعا هي من أشهر الإصابات الرياضية بحكم تكوين الركبة المعقد، وأنها تحتوي على أوتار وعلى غضاريف، وأيضا التقاء عظمين هي عظمة الفخذ وعظمة الساق، ووجود أيضا عظمة الصابون التي تعطي الركبة شكل مدور أو دائري، أيضا وجود الغضروف الهلالي بين العظمين. هذا ما يؤدي إلى التركيب المعقد للركبة نفسها، إلى وجود العديد من الإصابات الرياضية بسبب سواء الإصابات هي بالاحتكاك أثناء الرياضة أو الإصابات بغير الاحتكاك لها عن طريق الالتواء المباشر أو عن طريق الثني الفجائي للركبة أو استقامة الركبة بشكل غير طبيعي. نعم، أشهر أنواع هذه الإصابات دكتور؟ طبعا في أشهر أنواع الإصابات اللي هي مسجلة بالدراسات العلمية والطبية، اللي هي إصابة الرباط الصليبي، قطع الرباط الصليبي الأمامي. نعم. طبعا هذه الإصابة هي تحصل عند كثير من الرياضيين بشكل عام، وخاصة الممارسين لكرة القدم، خصوصا كرة القدم. ربما هي في رياضات أخرى ممكن تكون أكثر من كرة القدم. نعم. لكن نشاهد كرة القدم لأنه ربما أكثر اللاعبين يمارسون. نعم. هذه الرياضة، وربما أشهر حتى اللاعبين يعني اعتزلوا كرة القدم، والسبب إصابات الركبة الخطيرة التي تعرضوا لها. بالفعل، طبعا هي اصابات ركبه تتعدد من الاصابه البسيطه او نسميها الرضه الخفيفه للركبه. نعم. الى اصابات خطيره وتتجاوز الركبه نفسها الى الاجزاء المحيطه بالركبه، اللي هي وجود الاوعيه الدمويه والاعصاب التي تغذي بقيه اجزاء الساق والقدم. نعم. طبعا الرباط الصليبي واحد من اشهر الاصابات، ويوجد مختصين كثيرين في هذا المجال بسبب وجود الإصابات الرياضية وبسبب أشهر اللاعبين اللي أصيبوا في هذا المجال أيضا. نعم. طبعا في دراسات معينة تشير أنه أكثر من 440 ألف عملية لإصلاح الرباط الصليبي على مستوى العالم في كل سنة. نعم. في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ربع مليون زائر بسبب إصابات الخطيرة للركبة أيضا. نعم، بشكل مختصر دكتور، لأنه خلاص ما عاد عندنا وقت، الوقاية وطرق العلاج بشكل مختصر لمثل هذه الإصابات. والله في عدة دراسات تمت في هذا المجال. طبعا أهم هذه الدراسات تشير أن الوقاية خير من العلاج. نعم. طبعا في البداية
ثاني شيء انه طبعا لازم يكون ممارس للرياضه متنبئ بكيفيه حدوث الاصابه. ثاني شيء انه يكون في بعض التمارين الرياضيه لكل رياضه معينه خاصه تقوم بتقويه العضلات المحيطه بالركبه، ايضا تقوم بتقويه بعض الحركات معينه تؤدي الى الوقايه من الضغط على الركبه، وبالتالي ايضا الوقايه من الاصابه بهذه الاصابات الخطيره للركبه. الحديث اكيد يطول في هذا الموضوع، اصابات الركبه انواع وكثير، يعني تساؤلات كثيرة ربما حتى المشاهد يتساءل كثير، لكن إن شاء الله ربما سيكون حوار مختلف، وفي حلقات قادمة بإذن الله سنتطرق لمثل هذا الموضوع وربما سنكمل الموضوع في قادم الحلقات. أنا سعيد جدا بوجودك دكتور، وإن شاء الله عسى يكون بيننا لقاء قادم بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى مشكورين، جزاكم الله خير، ونتمنى لك مسيرة طيبة في مجال التوعوي في هذا المجال. جزاكم الله خير. جزاك الله ألف خير، يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم متابعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في موضوع مختلف. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. مشاهدينا الأحبة المتابعين لبرنامج قهوة الصباح، وصلنا معكم إلى الختام. شكرا للزميل أيمن الفقران، وشكرا أيضا لضيف الكريم. وصلنا بكم إلى الختام، موعدنا يتجدد يوم غد بمشيئة الله تعالى مع برنامج قهوة الصباح. إلى الملتقى.